تسأل عن المقولة خير الأسماء ما حمد وعبد. أي هو حديث ما صحيح الحقيقة، حديث ما صحيح، وإنما ورد الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله وعبد الرحمن، نعم. لأنه ربنا يحب أن يقر العبد بأنه عبد لله. نعم. فيعني أنت كلما تقول يا عبد الله يحب الله عز وجل ذلك، يا عبد الرحمن وهكذا. فحتى قال العلماء عبد الله وعبد الرحمن ما للإسمين، لأسماء الله الحسنى. نعم سبحان الله. لأسماء الله الحسنى، يعني التعبير لأسماء الله الحسنى يحب الله عز وجل. في أصدق الأسماء، يعني في بعض الناس بيفهموها خطأ، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام. وهمام يعني بيفتكروا إنه اسم حارث مرغب فيه أو همام مرغب فيه. لا، ما معنى كده. عجيب. أيوة معناه كيف يا شيخ؟ مثلا نسمي واحد صالح طلع ما صالح، اسم كذب. نعم. مش كده؟ لكن لما نسمي واحد همام، أي بني آدم همام، ده عشان كده أصدق. نعم. الأسماء. لما نسمي واحد حارث أو الحارث، أي بني آدم حارث. صحيح سبحان الله. مش كده؟ فأصدق الأسماء. لكن صدق الاسم مع الاسم مع صدق هاي. نعم. لكن ممكن واحد تسميه محمد، هو كم ما محمد أصلا الله. يكون إنسان مذموم، إنسان منبوذ، إنسان كده. ممكن واحد تسميه خير يكون شر وهكذا، يعني من الباب ده. فدي أصدق الأسماء اسماء، لكن أحب الأسماء إلى الله التعبيد لله عز وجل. لا شك أسماء أنبياء الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، لأنه اختيار واصطفاء الله. لا شك أسماء الصحابة، لأنه اصطفاء الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا. دي كلها فيها الخير. ومن الحسن الرعاية للولد أن يختار له الاسم الطيب، يعني اسم الطيب. أي نعم. كرمك الله. طيبة لحياة طيبة.